بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرضت على السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير، وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف. ولقد أبدى السيد الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطني مؤكدا أنه يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، ومشددا على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية، وتنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار. فقد وقع السيد الرئيس اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة. كما أصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة المتابعة التي ستطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي، وأي حالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات. سوف تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم، كما ستشرع لجنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقد شدد السيد الرئيس على أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن، وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير. هذا قد كلفني السيد الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني وتلقي تقارير اللجان الثلاثة المشار إليها وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولا بأول. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.